طيب هل خريج المعهد والاكاديميات له شغل في البنوك؟ كتير جدا بيستفسر حول خريج المعهد والاكاديميات هل لديه عمل في سوق العمل من عدم. في البدايه حابب اوضح انه خريج المعهد او الاكاديميات هي فرصه ما زالت موجوده، ولكن بشرط ان يقوم بعمليه الحصول على خبره في هذا المجال. ولنقل ان حضرتك المجال بنك كذا، طالب واحد خبره في مجال المراجعه واداره الموارد البشريه بقاله مثلا 7 سنين وحاصل على شهادات مهنيه او دراسات عليا ولغته الانجليزيه مرتفعه، فانا هختارك لما تيجي تقدم. ولكن البنوك في اغلبها بيشترط في خريجين الحدثاء الخبره ان تشتغل كحديث خبره، بيشترط ان حضرتك او حضرتك تكون خريج جامعه وبتقدير على الاقل جيد ولسنوات معينه اخر 5 سنوات. الحقيقه ان دي شروط البنك هم اللي بيضعوها في الغالب وهم مستقرين على هذا الامر. فانت كخريج معهد ارجوك لا تشعر بالاحباط ان انت لن تدخل البنك كحديث تخرج، ولكن قدامك الفرصه متاحه وكبيره جدا في سنوات الخبره بعد ما تاخد خبره في مجال معين وتستمر في اكتر من مجال وتحسن لغتك الانجليزيه وتاخد الشهادات العليا، يمكنك ان تقدم في البنوك وتحصل على فرص عمل لاحقا باذن الله تعالى. فارجوك الصوره السلبيه ان لن اعمل في بنوك، لن اعمل في شركات كبيره عشان انا خريج معهد والمجتمع بيضطهدني، ارجوك حاول تتجاوز هذا الامر، اجتهد وقم بعمل ما عليك واترك الباقي على الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، لا تنسوا الاشتراك في القناه ولا تنسوا في حاله وجود اي استفسارات وشاركني الرد عليها في التعليقات على صفحه اسمها فيسبوك مصطفى عطيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.